العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. وهذا يسأل عن جماعة التبليغ. جماعة التبليغ أصلهم مؤسس دعوتهم واحد النقابة محمد الياس، وهو مدفون في مسجده، قبره في مسجده، ويزورونه ويطوفون حوله، وعندهم مبادئ ستة لا يتكلمون في غيرها: لا يتكلمون في القرآن، ولا يتكلمون في السنة، ولا في العقيدة، ولا في الفقه. يقولون إن هذه فيها خلاف وحنا ما ندخل في الخلاف، إنما المبادئ الستة حقتهم هذه ما فيها خلاف عندهم. والبلاد هذه نزل عليها القرآن، ومنها الرسول، ويوجد فيها أشرف بقعة على وجه الأرض، ومفروض أن أهلها هم الذين يبلغون الدين للناس. لكن يجي واحد هندي وتبي تاخذ دينك منه ويقول لك لا تتكلم في القرآن، أنا مع القرآن في خلاف، لا تتكلم في السنة، السنة فيها خلاف، لا تتكلم يا أخي في العقيدة، العقيدة فيها خلاف، لا تتكلم في الفقه، الفقه فيه خلاف. وش بقي؟ بقيت المبادئ الستة حقتهم بس لا تتجاوزها. وبعد ذلك عندهم إذا دخلوا بلد ودعوا فيها قالوا فتحناها، وعندهم عهود ومواثيق وبيعات فيما بينهم. الواحد يصير مع الرسول، ما يصير بينك وبين الرسول واسطة، لا، خلك مع رسول الله، كتاب الله موجود وسنته موجودة والعلماء موجودون، تعلم ما يقربك إلى الله جل وعلا. والحمد لله أيضا كما ذكرت لكم قبل الصلاة، البلاد هذه فيها تعليم العلم ميسور، العلم الشرعي ميسور، من يبدأ الطالب في الابتدائي، المتوسط، الثانوي، الدراسات العالية، الدراسات العليا، كلها موجودة فيها الدروس الشرعية. واحد يروح ياخذ دينه من هندي، وش الكلام هذا؟ وأنا حدثني رجل، لكن العهدة عليك، حدثني عام 87، لأن هن عايشين معهم من سنين، حدثني شخص والعهدة عليه، يقول إنني سرت معهم، يقول وأخلصت لهم إخلاصا، يقول يعني لا قوة إلا بالله، يقول فلما رأوني مخلصا قال نبي نعطيك سر من أسرار الإخوان. قال طيب، قال يا أخي الذين يتصرفون، يعني من عنده من عقيدتهم، أن الذين يتصرفون في الكون أربعة، واحد حطوه في باكستان، وواحد الظاهر في المدينة، وواحد في الشام، واحد والله بعد لأني وأنا حاطين فيه. فالواحد يأخذ دينه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يشوف هذه الخلفاء الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الحمد لله الدين ما هو بخفي يحتاج إلى واحد يجينا من الهند يعلمنا الدين، لكن هذا دليل على ضعفنا حنا. وبعدين ما في دولة تمنعهم، إسرائيل ترحب بهم، روسيا ترحب بهم، كل دولة في العالم الدول الكافرة هذه ترحبهم، لأنهم ما بيبلغون الدين صحيح.